أما مكملين معكم مشاهدينا بفقراتنا الصباحية، وهلا وصلنا لفقرتنا ما قبل الأخيرة لنحكي فيها عن الصناعات اليدوية وفن تطريز المفارش وفن الكروشيه. طبعا هذا الفن يعد شكل من أشكال الحياكة رشا، ويتم باستخدام سنارة. كثير من السيدات بيشتغلوا. جربتي يا ليلى؟ لا ما جربت. أنا جربتها وفشلت كالعادة. فشلتي فيها؟ أنا ما جربتها، بحسها صعبة، بس أمهاتنا السيدات بدها مراء، بدها حدا كثير يكون عنده صبر بالقصة، بيقعدوا بيتسلوا فيها وبيطلعوا لنا شغلات حلوه والله. بس يعني هي بتلهف قلبك لاي قطعه اليوم بتشوفيها مشغوله بالايد، يعني بتحسي فيها كميه حب اجمل كثير قويه. حتى بتكون اكيد رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا السيده مها حميدو المتعدده المواهب، ما شاء الله عليكي. رح نتعرف اكثر منك على هي الموهبه وكثير من المواهب اللي عم تشتغليها. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك حبيبه قلبي. ست مها يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. اليوم عم نحكي عن أمنا، أجدادنا، التاتي، هدول اللي كانوا دائماً بمخيلتنا، يعني شتوي صيفي بإيدهم السنارة وقاعدين يعني وعندهم سرعة، كتير بسرعة أنه هيك يعملوا لك أمطى، يعملوا لك شيء. فخلينا هيك نرجع من خلالك لنعرف من خلالك اليوم هيك عن هذا العمل الجميل المبدع. تمام. هي الكروشيه مهنة قديمة قديمة كتير، و هي فيها إبداع، فيها فن، وإذا كان الإنسان هو أخذ عن موهبة أو حب بيتفنن فيها، بيقدر يطالع فيها شغلات كتير، ممكن لبس، سكارفات، لحشات، إكسسوار، ألبسة بيبي. هي السنارة، في سنارة واحدة، في سنارتين، هي تريكو وكروشيه. تمام. طيب اليوم ست مها، اليوم حضرتك من مين اخذتي هاي ال؟ هلا انا دارسه دراسه، دارسه فنون ما في شيء بذاكرتك لحدا قديم؟ بالاضافه ستي وعماتي وخالتي وماما كلياتنا بنشتغل هيك، يعني احنا بالسهره الشتويه كلياتنا بنمسك سنين. حتى لهلا بنشوف في صبايا بيحبوا يشتغلوا هدول القصص. تمام. يعني تمام. يعني بالاضافه للدراسه هي شغله مهمه عنا يا. طيب خلينا نحكي هيك اكثر، كيف بديتي تعلمتي، كيف حبيتي هي القصه؟ يعني انت حكيتي دراسه، بس قبل ما تتم هي او تفوتي بمجال الدراسه كيف خطرت ببالك القصه؟ كانت ماما تقعد تشتغل، اخذ انا السنانير تبعتها ولف الخيطان عليهم، كنت صغيره يعني عمري شيء 7 سنين، قاموا جابوا لي سنانير صغار صرت اشتغل فيهم وتعلمت بقى شوي شوي، تعلمت اي على الشوف والممارسه اللي بتكون بالبيت انت لحالك بتقدري تشتغلي. طيب خلينا نروح هيك لهالقطع الجماليه. اليوم انت حابه تشتغلي لنا شيء نحن عم ندردش يعني، او حابه هيك اليوم نستخطف؟ خلص خلينا نتفرج على الشغلات لانه بده دقه واتقان هي الشغل. اليوم تمام. خلينا هيك نشرح اكثر عن هدول القطع الموجودين. هلا هذا شغل كروشيه، قطبه كروشيه، كروشيه بالسناره الواحده. هذا حلو حلو. سناره واحده اليوم؟ سناره واحده. انا قد ايه اخذ منك وقت؟ هلا هذا تقريبا بياخذ ساعات ولا ايام، ساعات يعني بده هذا الشيء 5 ساعات 6 ساعات ليكون خالص. ما شاء الله ما شاء الله. 6 سنين انا اذا تساليني بقول لك 6 سنين معي بيخلص. لا بس تتمارسي بيخلص معك اوام. لونه كثير حلو على فكره. تسلمي لي يا رب. نفس الترتيب بس. وهذا وردي، هذا في عدد بنستخدم بالعدد يعني من عدة، وفي اتقان اكثر من هذا لسه. في هذا الافرول خلينا بيبي بالسنارتين، هذا ممكن لو سمحتي تفضلي. خليك وفي هذا فستان كروشيه وضايفت له قماش. طيب اليوم ست مها يعني هدول القصص المبدعه يعني اكيد في لهم اساسات. اليوم حضرتك مصممه مدرسه تمام متعدده الخبرات، خلينا نتعرف عليكي اكثر اليوم. تفضلي. هلا انا درست فنون، بعد ما درست فنون درست، كنت مدرسه ابتدائي، بعد من الناس صرت درس، اعطي صرت مدربه اعمال يدويه تطريز ورد، حتى عملت صفحه تصميم ازياء، بعطي بالانوروا بالهلال الاحمر، بمعاهد خاصه، مراكز ثقافيه، يعني بعطي كروشيه وكل شيء اعمال يدويه. خلينا نحكي عن الفرق بين الكروشيه والحياكه.
في فرق بيناتهم ولا هن؟ هن تقريبا اللي بيكون عندها المام بالحياكه بيطلع معها الكروشيه في فن اكثر، يعني لانه هي بتعرف امتى تحفر، مثلا القبه تحفر الكم بتكون متقن اكثر. طيب ست مها، خلينا نحكي اليوم عن الكورسات اللي حضرتك بتساويها. اليوم عم تنقلي خبره جميله جدا، اللي خلينا نقول يمكن سيدات عندهم حلمهم الخاص بهذا الموضوع، ممكن هو مشروع اقتصادي لإلهم دخل، وخاصه بضمن الظروف اللي عم نعيشها. نحكي عن هدول الكورسات وشو انتجوا اليوم. السيده اللي خلصت شو صار، هل صار عندها مشروع خاص لإلها؟ تمام. هلا نحن بنبدا من مثل ما بيقولوا من الالف، يعني بنعطي رموز للغراز، بيصيروا يطبقوا السيدات. طبعا ما بتطلع السيده من عندي الا لتكون ناهيه الشغل كلياته. في كثير سيدات هي طلعت وفتحت مشروعها وعايشه من قفاها هلا حاليا، يعني عاملين صفحات، عاملين مشاريع ببيتهم، لانه هن صاروا يضيفوا الكروشيه للالبسه، مثلا داير كم، داير فستان، يعني كثير شغلات. كثير سيدات فاتحين بيوت، وحتى انا اشتغلت فيها وعلت مربحه اليوم شفت مها القصه. يعني فيها هيك رزقه حلوه، يعني ماشي الحال. حتى يمكن بنشوف في سيدات بيحبوا ليعملوا اشياء لاولادهم، يعني تمام هيك تعملها على ايدها. حتى هذا اللي عم نشوفه طقم طاوله، هذا كوسترز الطاوله وللكاسات كامل كاسات صينيه حلوه. حتى بنضيف للكروش للتريكو تطريز حتى ممكن، ايه هذا يعني بعمل تطريز عليه كمان. طيب اليوم ست مها، اليوم هذا التطور والحداثة اللي عم نعيشه ما أثر اليوم على خلينا نقول الحرف السورية القديمة اللي دائما عم تشتغلوا على أحياء بطريقتكم الخاصة ببصمة إبداعية من حضرتكم؟ اليوم الأسواق مليانة يمكن بكتير قصص من هدول القصص، يعني اليوم يجوز تقول لك أنا بروح بشتري جاهزة بدي أقعد أشتغله أو هيك، كان في تأثير سلبي بالقصة؟ لا، هلا هذا الشغل بالذات له طابع خاص، في ناس بتحب هيك شغلات. وكل انسان هو اللي بيقدر يقيم الشغله اللي بده اياها، يعني انت ممكن تحبي جاكيت جاهز بس ما حيكون مثلا مثل انه انت شاغله وضايفه عليه تطريز او عامله غرزه خاصه فيه، يعني له طابعه الخاص بيكون. حتى عم نشوف اليوم شو حبكات اكثر يعني او حبكه مختلفه اليوم شو مستخدمي هون اسمها؟ هي اسمها غرزه المروحه. ليش يعني اليوم انه مفرغه؟ هذا شال ربيعي خريفي، الاسود بيكون يعني خفيف على اللبس، حتى القيد تبعه خيط قطن، ما هو خيط شتوي انه سميك يعطيكي دفى، يعني خرج هالموسم هذا. ايه حلوين، بس هيك بتحسي شوي انه حسيتي بجو الشتويه بس شفتي. تمام، بس مسكتيهم بتحسي حالك شتيتي. احكي لنا شوي، شاركتي ببازارات خاصه لك؟ تمام، شاركت بكذا بازار، شاركت بازارات كثير شاركت، يعني وكل دوره انا بعملها بطلب انه اعمل بعد انه انتهاء الدوره انه نعمل بازار للسيدات، تحس انه هي انجزت شيء، عملت شيء لحتى تضل عندها رغبه انها تشتغل، حتى ممكن نبيع منتجاتهم. يعني وقت انت عم تطلعي بعد الدوره بقطعه اشتغلتيها وبعتيها، هذا حافز كثير كبير لك لانك تمارسي وتضلي عم تشتغلي الشغل هو ذاته. كان لك تجارب ايضا بقطع الاكسسوار وصممتي معك شيء اليوم نشوفه بعد اذنك؟ تفضلي. هذا تو، هذا السوارة بدي اعزبك ويهمك، وهي حلقاتهم. اليوم كمان مستخدمة قطبة؟ ايه، هي قطبة الوردة صغيرة، وفي هات كمان. هات شو؟ طوق كمان. طوق؟ صبايا عم بيروحوا لهي القصص؟ في كثير صبايا بتحب هيك شغلات. هلا بالاسواق اكثر شيء دارج السبدرينات هيك الجزدين حتى، يعني تمام. هي جزدان بس كطوق ما بعرف اول جزدان؟ حلو، بس هذا نظرة الوضع الرايق. هذا بخرخ بايخ جزدان وفراطة. ذكرتيني بدي اقول لك هيك له سحاب وهو في هداك كمان. هي كمان اكسسوار، كمان اكسسوار. يمكن شو اليوم الغرزة اللي استخدمتيها مدام بقلب بهذا
الاكسسوار؟ هي كل الغراز اسمه عمود احنا بنشتغله، بقى هو التفنن بالعمود يا ناقص يا زائد يا مايل، هو هيك بقى الاطباع على حسب بقى الغرزه. هدول بياكلوا وقت كتير ولا لا؟ لا بوقتهم بسيط. بتميلي رشا لتلبسي هيك قصص؟ ايه بس للون الازرق. يعني اليوم هيك مدام مها ما شاء الله عليك، يعني من التدريس لتعليم الكورسات بالاكسسوار بالشغل السناره، بنتمنى تضلي بعهد العطاء وهي الايجابيه، وبتضلي اليوم بازدهارك بنقل هي الخبرات للاجيال القادمه، وانت اليوم مسؤولين عن هي الحرف لتضل عايشه بيناتنا ونقدر دائما نتذكرها من خلال عملكم. شكرا لحضورك اليوم، بتمنى لك كل التوفيق. كثير كثير وتشرفت وقعدتي معكم، شكرا كثير كثير. شكرا لكم، نتمنى لك المزيد من النجاح والتألق بعملك. يعطيك الف عافيه. وقبل ما نروح